يجي بيقولنا ان المسيح غسل غفران دمه جميع خطايانا وغير واقع الامور، لكن المسيح كشف ان في حاجه اقوى منه هي القيام. المسيح برهن هو رب انه قادر انه يغير الواقع مهما كان. اذا كان الواقع جوع مش لاقيين ناكل بركه الخبزات، واذا كان الواقع حاجه مش لاقيين نصرف، واذا كان الواقع مرض 38 سنه خف من المرض، اذا كان الواقع ملوش حل مات، لا انا عندي القيام المطلوب مني. انا سايب عزائي في اي ضيق واي محنه واي موقف صعب، سايب عزائي الوحيد يقيني ان المسيح يقدر يغير، يقدر يحيي. ده بيخليه متعزي وعايش في امان. ده كنز، كنز عنده علاج لكل انواع الاحزان اللي عندنا، عنده تعويض. خدوا مني كل حد، ليس احد ترك لاجل هذا الانجيل كذا وكذا وكذا الا ياخذ مئة كرامه بهزلت. انا ارد لي مجد قد ما راح، 100 ضعف قد مجد. البواب بتاع هذا الكنز هو الايمان. فما بيلاقي ما عندكش ايمان البواب ما بيفتحلكش، ويجي واحد تاني نفس ظروفه ويقول له كلمه السر. كلمه السر ايه؟ اؤمن. تؤمن؟ اؤمن. مات 4 ايام اؤمن. كنز محطوط. وايه الفرق بين واحد وواحد؟ كل الناس دي زي بعض، كلنا محتاجين. ليه واحد بياخد ما ياخدش؟ بيروح للبواب يفتح ياخد من الكنز. اؤمن انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك. تقدر تغير، تقدر تعطي، تقدر تحيي، تقدر تسدد، تقدر تنقذ، تقدر تجيب على احتياجات، تقدر تغير الواقع. مشكلة كبيرة ان الانسان غير الايمان ما يقدرش ياخد حاجة من الرب. الرب نفسه بجلال قدره وهو رب الحياة في كفر محوم لم يقدر ان يصنع هناك آية واحد. ليه؟ عدم ايمان. يقول له الراجل، قال له ان كنت تستطيع شيء فتحني عليه. قال له ان كنت تستطيع انت ان تؤمن. كل واحد محتاج معجزة يا احبائي. في عقبة واثنين وثلاثة في حياتك كل واحد فينا محتاج معجزة. ان كنت تستطيع ان تؤمن. انا ما عايزكم ده يحصل ازاي؟ قال لهم ان كان عندكم ايمان محبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر. ان حبة الخردل وهي اصغر جميع البقول متى نمت صارت شجرة عظيمة تأتي طول السماء وتتآوى فيها. لو عندك شوية إيمان صغيرين ازرعهم ورويهم استثمرهم ويكبروا وينقلوا الجبل في يوم من الأيام. الإيمان حبة خردل تزرعه يكبر وترويه كل يوم. أنا لسه صار دلوقتي واحد فينا يجيب إحباطه وفشل والهزام سواء من نفسه أو من خطاياه او من الاخرين او من الظروف او من احتياجات او من جوع او من فقر او من اي شيء او من مرض او من ضعف او من اي مشكله. وياتي الدمر بالاؤمن يا اثق، غير الواقع، زحزح الحجر، اغفر، اصنع العجز. واضح يا احبائي؟ وان نحفظ بنعمه الرب من ان يكون لارواح الشر سلطان او مكان فينا او علينا، وأن نسهر مصلين في الروح كل حين. قال له كده أنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم لتجرب الساكنين على وجهها. لإلهنا كل من هذا آمين.